لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى. ما أدري مشتاق تروح تزور رسول الله وتنظر إلى القبة الخضراء الآن وتسمع نياحة رسول الله على الحسين. لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى، لا إذن بالقبة النوراء يشكو أسفا قائلا يا جد يا رسول الله رغم الصبر من قلبي عفا ببلاء انقضى الله واوهى المنكب وامامي ما تضامي وحسين و ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني أستر ضاق بي يا جد من رحب الفضا كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدك وإمامي ما تضاميه وحسين ما أحلى هذا الاسم وإمامي ما تضاميه وحسين صبت الدنيا علينا حاصبا من شرها لم نذق فيها هنيئا بلغة من برها ها أنا مطرود رجس فاجر في برها تاركا بالرغم مني دار سكن الوالد وإمامي ما تضامي وحسين إلا وإذا صوت من داخل القاب ولدي عزيزي حسين بني حسين فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين ويا رسول الله فعلى من داخل القبر بكاء ونداء بافتجاع وإمامي ما تضاميه وحسين أنت يا ريحانة القلب حقيقا بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبل لكن الماضي قليل بالذي قد أقبل شتأمر يا رسول الله فاتخذ درعين من حزم وصبر سابق وإمامي ما تضاميه وحسين وإمامي ما تضاميه.
أبو علي اسمع ايش رايح يقول رسول الله: ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربة وستبقى في ثراها عافرا منجدي. بعد بعد يا رسول الله: وكأني بلئيه من أصل شمرا قد على صدرك شلون حالة النسوان يا رسول الله؟ زينب وأخوات زينب بعد الحسين شلون حالتهم؟ قال اسمع بني: وكأني بالأيام من بناتي تستغيث سغبا تستعطف يا القوم وقد عز المغيث قد برى هن الضرب والسير الحثير بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليد وإمامي ما تضاميه وحسين. قام من عند قبل رسول الله: يلا يا زوار الحسين انقل قلبك هاللحظات من كربلاء من حرم الحسين الى وين؟ الى حرم رسول الله. قام من عند قبر رسول الله وين راح؟ راح الى قبر الزهرة، راح الى قبر ام الزهرة. لكن وين صاير قبر الزهرة؟ اسألكم يا زوار يلي راحوا الى المدينة، تعرفوا وين صاير قبر الزهرة؟ إذا ما ندري وين صاير قبر الزهرة نروح نسأل من حجاج بيت الله الحرام اللي رايحين يروحوا إلى المدينة. عدنا سؤال، ايش عندكم من سؤال؟ يا الذي للبيت عاني قاصد زيارة نبينا برقبتك هذه أمانة من تصل لأرض المدينة انشد الوادم بعبرة وصيح قبر الزهرة وين؟ انشد الوادم بعبرة وصيح قبر الزهرة وينه وينه ما تدلون بقبرها بيا كتر وبيا ثنية. كم خبر بالكتب نسمع واردة بدفنة الزهرة بالبقيع ويم أبوها نزورها ونسجب العبرة. لكن أرد أنشدكم يا شيعة المحسن في وين قبره؟ وقعد عند قبر الزهرة لكن شي يقول لها؟ يقلها من نومتش قعد يا مكسورة الضلع، من مكسورة الظل عيان نشف دمع عيني ترى عزيزك حسين. اي والله نشف دمع عيني ترى عزيزك حسين. والله حسين كانت العادة على أولادش تصدي خان الدهار وتشمتت بين الأعادي. خرج الحسين من المدينة خائفا قالت لشربت الماء يروح الهلك يا جبدي، قالت لشربت الماي
روح الهلك يا شبدي يشوف الناس مشتدة وعليهم مدري ايش يسدي. رفع راسه وقال لي الهاب حيكم اهل ما عندي بدارج ما تضيفيني سواد الليل خليني وبالمحشر اقف دونيك وطيباتك اجازيها. الله هذا يتكلم عن نفسه عن ثقة بنفسه، يعني يقول لها يوم القيامة أنا أشفع إليك، رايح يكون إني موقف يوم القيامة. هم إحنا سيدنا مولانا يا باب الحوائج يا مسلم بن عقيل جايين وفي مأتمك وبحضرة الحسين ومحل استجابة الدعاء، لا تنسانا يوم القيامة. قالت له ياهو انت وبالمحشر تقبدوني. قال لها انا مسلم وهالكوفان غدروني. عرفت هذا مسلم، هذا رسول الحسين. ها التفتت اليه، واذا تغير حالها تغير حالها وصارت تقدم الى الاعتذار. تقول لي يا غاتي ما عرفته، معذره الى الله واليك. اي والله ما عرفتك من ريبت منك طردتك، انا الخادمه وسهله طلبتك. ادخلته الى دارها قدمت له الطعام والشراب فلم يأكل ولم يشرب إلى أن جاء ذلك الوغد اللئيم. ورى وإذا بطوعة تكثر الدخول والخروج من تلك الحجرة، فعرف بأن مسلم في هذا البيت، فتوجه إلى عبيد الله بن زياد وأرسل إليه الرجال. بينما مسلم يعقب وإذا به يسمع صيحات الخيل، يسمع صهيل الخيل وصيحات الرجال. قال يا طوع ناوليني سيفي، فخرج إليهم وذكرهم بحملات أمير المؤمنين، إلا أنهم حفروا له تلك الحفيرة. فبينما هو يقاتل إذ وقع في تلك الحفيرة. أيوا مسلما، أيوا سيدا، ومصيبتان. عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. وأخذوه إلى عبيد الله بن زياد، وإذا بطوعة صيح وطاعة صيح على السطح وشه الكسيرة. حي الله أصواتكم، حي الله أصواتكم. وطاعة صيح على السطح وشه الكسيرة. ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشير بن عمك الموثايا قطايح بالحفير وقادوه مثل الطير مكسور الجناح. صاح يا مسلم وش عظمها خجلتي بي، له الدوا قلبي لفيت قلبي ودا. ولكن كان سلمت من كيدهم سلم على حسين. قالها يا طاع عندي وصية خاصة ش عندك؟ قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلام، أوصي
كان بهالبلد طفى ويتا قولي لهم مسلم يبلغكم سلام واجرج على الله والنبي سيد الكون. عاد هالبيت اعتذر منك ابو علي سيدي مولاي يا باب الحوائج يا بالفضل العباس اسمح لي بهالبيت اجيكم يا طاعه مخدرات حدر عليكم زينب. انا عندي كلمه ما ادري تسمح لي بها سيدي مولاي ما ادري هاليوم اكو مجلس مثل هالمجلس في حرم السيده زينب؟ اكو زوار هاليوم ويحضروا مجلس مثل هذا في حرم زينب اليوم لو لا؟ إذا ماكو أحد صوتنا خلي يوصل إلى سيدتنا ومولاتنا زينب. اجيكم يا طاعة مخدرات حذر عليكم جني يشوفها بهالبلد بيتام هالدور صرخت ونادت وزينب ادخلوه على ابن زياد واقبل عليه يشتمه ومسلم يرد عليه الى ان نادى اين بكر بن حمران اجابه بالتلبيه صاح اصعد بمسلم الى اعلى القصر واضرب عنقه صعدوا به الى اعلى القصر وجه وجهه ناحيه الحسين ونادى السلام عليه وسيدا. ما ادري شو اللي صار بعد ها تتحمل هالابيات واسالكم الدعاء اللي عنده حاجه يقدم حاجته الان. تعرف شو اللي صار على مسلم؟ خلوا الحبل في رجليه وظلوا يطوفون به الاسواق ها. واذا الحسين كان في طريقه الى كربلاء اجوا الى جماعه قالوا له ابو علي ترى ما طلعنا من الكوفه الا ومسلم وهاني يجران بالحبال. استرجع الحسين انا لله وانا اليه راجعون. مسلم واذا يوصل رسالته الى من؟ الى الحسين. شو يقول له؟ ولي ولي ابن زياد دخلاني بقيس ابن يا بن حيدر وانا بستحمل عيوني ويلي وامر من على قصر على التربان ذبوني هم مصيبة شيب الراس وقبل المشيب مصيبتهم مصيبة حد الجبال وقبل المشيب شيب الأطفال شفت ميت يجرون بالحبال اي شفت ميت يجرون يا صاح ما أظن صاير مثلها ها. ما أدري أخذوا مسلم وصاروا في الأسواق. الحسين سمع بهالخبر استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون. زينب وين حميدة؟ جابت إلى حميدة ويما جابت إلى حميدة ظل يمسح بيده على رأسها
قالت له: أبا عبد الله مولاي أصيب والدي. قال: بني أنا أبوك، بناتي أخواتك. قالت له: أنا عندي طلب. أبو علي: مولاي ما عندك بنية؟ اتقل له: يا عمي عمي درب الخطر من تطوفة من تطوفة، مر بدربكم على الكوفة، انسلم على الوالي ونشوفة، نهيل الثرى وننثم تشوفة. اي ينحيل الثرى ونلثي، ما ادري حميده اليوم الحسين مسح بيده على راسها، لكن اجت يوم الاربعين الى هذا المكان، شافت كل واحدة قعدت عند قبر عزيزها. زينب قصدت قبر الحسين والعباس، رملة والرباب كل واحدة عند قبر عزيزها، الا حميدة ظلت واقفة وحاير ماذا تصنع، وين قبر ابوها مسلم. صاحت: هذا الكتلني وزاد همي، والله همي قبر عم حسين واخوتي دني، بس قبر ابويا بعيد عني. اي بس قبر ابويا بعيد الحسين. محاجر شيعتك السافحة أتقضي ولم تبكي كالباكيات، أما لك في المصر من نائحة مكان استجابة الدعاء.